ثالثا الأقدمية في الحزب باش نضمن المنتمين. راه معايا انا صديق رئيس بلدية الجزائر الوسطى اللي انتمي لينا، قرار تاع القيادة المنتمين مرحبا مرحبا، ولكن الأسبقية والأولوية للمناضلين اللي كانوا دائما مناضلين والأقدمية في النضال. هذه باش نطمنكم ولو نتفاعل معهم على هذه الطريقة. هذا هو الشيء اللي تفاهمنا عليه اللي ينتمي للحزب ورجع للحزب مرحبا، ولكن اللي يبقى دائما للحزب وعرق على الحزب وعطش على الحزب وتابع الحزب عنده الأقدمية وعنده الأسبقية. هلا